السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضر مع بعض وصفة صيفية اقتصادية بامتياز، اللي هي وصفة بالبتنجان. طريقة التحضير راح تكون جد بسيطة، والحاجة الأهم أيضا أنها ما راح تشد لكم الوقت بزاف في المطبخ. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. في الأول راح نحتاج كمية من البتنجان، أنا عندي 3 حبات، يعني تقدروا تستعملوا 3 أو 4 حبات يعني على حساب أفراد الأسرة. نحكموا البتنجان تاعنا بعد نكون غسلناها ونشفناها، راح ننزعوا لها هذا الزائد. هكذا. يعني كما راكم تلاحظون خلوا هذه المنطقة، ننزعوا فقط هذو الزوائد. في الأول راح ننزع كمية فقط في الأسفل، بسم الله. يعني هذه الكمية اللي ننزعوها باش نخدموا القاعدة للباذنجان. من بعد راح نحكم السكين ونبدا نقسم فيها، لكن ما نوصلش السكين للأسفل، يعني باش الحبة تاع الباذنجان تبقى متماسكة هكذا. نبدا نقسم، يعني إذا خفتوا إلى تقسموا الباذنجان للأسفل دائما استعملوا 2 عيدان من الحطب ولا حطوهم بهذا الشكل هكذا، يعني باش كي تولوا تقسموا كي تلحقوا لهذه المنطقة تتوقفوا هكا. يعني لاحظوا كيف يكون يساعد فيكم، وهذو الخطوط ما نديروهمش بعد على بعضهم هكا. يعني لاحظوا النتيجة اللي تحصلوا عليها. ونكمل نحضر كامل الباذنجان تاعي بنفس الطريقة. نعود نرجعوا لأول وحدة اللي كنا فتحناها، راح نبدا نفتح فيها بهذا الشكل وندير كمية خفيفة فقط من الملح لداخل هكذا. يعني هذا الملح راح يساعد الباذنجان باه يتخلص من الماء اللي فيه، وأيضا راح الباذنجان تزيد تطرى وتساعدني في العمل. وراح نخلي الباذنجان جانبا حوالي نصف ساعة. بالنسبة للدرسة أو للحرج اللي راح نخدم به، راح نحتاج فيه ما بين 4 إلى 5 فصوص من الثوم مع 1 من الفلفل الحار. بالنسبة للفلفل الحار اختياري. راح نضيف عليهم أيضا 1 ملعقة من الكمون، كمية قليلة أيضا من الفلفل الأسود، يعني الفلفل الأسود ما نكثروش بزاف. راح نستعمل معاهم حوالي 1 ملعقة كبيرة من المعدنوس. ونضيف عليهم ايضا كميه من الملح، وراح ندوب كامل هذه المقادير مع بعض. راح نقسم هذه الكميه على 2، وهذا نخلوه جانبا، وراح نضيف عليه مباشره كميه من الزيت، وراح نضيف لها كميه من الزعتر وكميه من الزعتره. بالنسبة للأعشاب العطرية يعني تقدروا تستعملوا انتم واش تحبوا، كما تقدروا تستغناو عليهم. نعاود نحركهم مع بعض وراح نخلوهم جانبا. نعاود نرجعوا للباذنجان تاعنا اللي خليناها جانب، يعني لاحظوا انا ما خليتهاش وقت طويل، لكن لاحظوا الكمية تاع الماء اللي تكون فيها. ونعاود نشفوها شوية فقط من هذاك الماء. نحكم طبق اللي يدخل الفرن، نحط فيه مباشرة ورق المطبخ. نحط الآن الباذنجان، ونبدأ نعمل كمية قليلة فقط بين طبقات، يعني ماشي لازم كامل الطبقات نستعملوا فيهم، نقدروا نديروا وحده بوحده هكذا. ودائما هذا الزائد ننزعوه، يعني باش ما تحرقش في الآلة. ندهن كامل الباذنجان في الآلة. وراح ندخلها مباشرة للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، يعني درجة حرارة الفرن تكون متوسطة، راح تديكم الوقت ما بين 45 دقيقة إلى ساعة. في الوقت اللي راه يطيب فيه الباذنجان راح نبدا نحضر في الصلصة.
في مقلاة راح نحط كمية من الزيت، وراح نضيف عليها كمية تاع الدرسة اللي كانت باقية في المهلس. هكذا، والنار تحكم تكون متوسطة، يعني النار لازم تكون متوسطة ما تكونش قوية. راح نضيف عليهم ايضا ملعقة من درسة تاع الفلفل الحلو، اللي ما عندوش الدرسة يعني تقدروا تخدموا بالطماطم المصبرة، لكن في هذه الوصفة من المستحسن انكم تستعملوا الدرسة. راح نحرك كامل المكونات مع بعض، راح نزيد ايضا القليل من الفلفل الاسود والقليل ايضا من الكمون. بالنسبة للأعشاب العطرية، نفس الأعشاب اللي استعملناهم في الباذنجان راح نستعملوهم في الصلصة، يعني نستعمل القليل من الزعترة مع القليل من الزعتر. وراح نضيف أيضا 500 غرام من الطماطم اللي تكون مطحونة. بالنسبة للطماطم لازم تكون طيبة وتكون حمراء هكذا، ونخلطوا كامل المكونات مع بعض. وراح نخلو المقلة تاعنا في الأول على نار قوية، كي نلقاوها بدات تغلي نقصوا النار ونخلوها تطيب على نار تكون قليلة حتى تنشف كامل الصلصة تاعنا. كي نلقاوها نشفت نضيفوا لها كاس من الماء ونخلوها تكمل الطياب. راح نحكم الصحن وندير كمية من الصلصة في الأسفل هكذا، وراح نحط مباشرة الحبة تاع الباذنجان. نعاود نمسحها شوية فقط بالزيت الزيتون، ونزيدو أيضا رشة من المعدنوس. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاه يكون، وصدقوني الريحة تاع الدرس اللي راهي داخل في الباذنجان مع الباذنجان اللي عملناها في الفور، يعني ريحة ما شاء الله. لاحظوا معنا أيضا الطراوة كيفاش تكون، يعني الباذنجان تاعكم راح تكون زبده. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.